بسم الله الرحمن الرحيم، الفاتحة لنا ولكم يا حاضرون، آمين. ولوالدينا ولوالديكم، آمين. ولأهالينا ولأولادنا ولمشايخنا، آمين. ولمن حضرنا ولمن غاب عنا، ولأحيائنا ولأمواتنا، وللمواظبين على هذا المجلس، آمين. ولمن كان سببا في جمعنا، آمين. بأن الله الكريم ينور القلوب، آمين. ويغفر الذنوب، آمين. ويستر العيوب، آمين. ويفرج الكروب، آمين. ويحفظنا بما حفظ به الذكر، آمين. وينصرنا بما نصر به الرسل، آمين. وأن الله الكريم يجعل مجلسنا هذا محاطا بالخير والمسرات، آمين. والأنوار والبركات، آمين. ويقضي لنا جميع الحاجات، آمين. بجاه خير البريات، آمين. وأن الله ينصر سلطان المسلمين، آمين. والمسلمين، آمين. وعلى نيتي أن الله الكريم ينصر مشايخنا وأوليائنا، آمين. ويحفظهم ويوفقهم على الدوام، آمين. بجاه خير الأنام، آمين. وأن الله الكريم يغفر ويرحم، آمين. للإمام أبو محمد عمر الدباعي، آمين. مؤلف وجامع هذه القصائد العطرة، آمين. ويسكنه فسيح الجنان، آمين. بجاه سيد ولد عدنان، آمين. وعلى كل نية صالحة مع حسن الخاتمة، آمين. عند الموت بعد العمر المديد في طاعة الله، آمين. وإلى حضرة النبي الفاتحة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، على محمد يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم، يا رب صل على محمد، يا رب بلغه الوسيلة، يا رب صل
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزاهر والزائب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. إلا الله حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في ترتيب تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعضدا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا ودما بنظم متلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب. تائبون إلى الله. هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنا
نفسه يعاتب وآبق من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول الغياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فسبحانه تعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللاذب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. قيل وآدم عليه السلام وعلى آدم به أنيل على المراتب صلى الله عليه. قيل قال نوح به ينجو من الغرق ويعلك من خالفه من الأهل والأقارب صلى الله عليه. قيل وإبراهيم عليه السلام قال إبراهيم به تقوم حجته ولا عباد الأصنام والكواكب صلى الله عليه. قيل وموسى عليه السلام قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب صلى الله عليه. قيل وعيسى عليه السلام قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب صلى الله عليه. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته حلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال ونبي استخرته من أي ابن غالب يموت أبوه وأمه ويقول جده الشقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يبعث من تهامة بين يدي القيامة في ظهره علامة تظله الغمامة تطير السعائب فجري الجبين ليلي الذوائب أنفي الأنف ميمي الفم نوني الحاجب سمو يسمع صرير القلم بصره إلى السبع الطباق ساقب قدما قبلهما البعير من المحن والنوائب
آمن بالضب وسلمت عليه الأشجار وخاطبته الأحجار وحن إليه الجذع حنين حزين نادب يداه تظهر بركة ما في المطاعم والمشارب حظه لا يعضل ولا ينام ولكن للخدمة على الدوام مراقب إن أوذي يعب ولا يعاقب وإن خوصم يصمد ولا يجاوب أرفعه إلى أشرف المراتب في رتبة لا تنبغي قبله ولا بعده لراكب في موكب من الملائكة يفوق على سائر المواكب فإذا ارتقى على الكونين وانفصل عن العالمين ووصل إلى قاب قوسين كنت له أنا النديم والمخاطب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ثم أرده من العرش قبل أن يبرد الفرش وقد نال جميع المآرب فإذا شرفت تربة طيبة منه بأشرف قالب سعت إليه أرواح المحبين على الأقدام والنجائب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلاة الله
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فسبحان من خصه صلى الله عليه وسلم بأشرف المناصب والمراتب. أحمد على ما منع من المواهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب المشارق والمغارب، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى سائر الأعاجم والأعارب، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي المآثر والمناقب، صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام عليك، يا ربي عائشة بمكة ربي، يا رسول الله سلام عليك، يا
فيقول الحق وعزتي وجلالي لا جعلت من أخلص لي بالشهادة كمن كذب بي أدخلهم الجنة برحمتي يا أعز جواهر الوقود وخلاصة إكسين سر الوجود مانعك قاصرا ولو جاء ببذل المجهول وواصبك عاجزا عن حصر ما حويت من خصال الكرم والجود الكون إشارة وأنت المقصود يا أشرف من نال المقام المحمود وجاءت رسل من قبلك لكنهم بالرفعة والعلا لك جهود اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أنت العظيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أحضروا قلوبكم يا معشر ذوي الألباب حتى أجلو لكم رائس معاني أجل الأحباب المخصوص بأشرف الألقاب الراقي إلى حضرة الملك الوهاب حتى نظر إلى جماله بلا ستر ولا حجاب فلما آن أوان ظهور شمس الرسالة في سماء الجلالة خرج به مرسوم الجليل لنقيب المملكة جبريل يا جبريل نادي في سائر المخلوقات من أهل الأرض والسماوات بالتهاني والبشارات فإن النور المصون والسر المكنون الذي أوجدته قبل وجود الأشياء وإبداع الأرض والسماء أنقله في هذه الليلة إلى بطن أمه مسرورا أملأ به الكون نورا وأكفله يتيما وأطهره وأهل بيته تطهيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله واهتدى العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولو اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه الفتح في تمامه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته آمين. ويرجو من الله رحمته ورأفته آمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم آمين. وآله وصحبه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واستنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحينا متمسكين بسنته وطاعته ومتنا اللهم على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عن قدر سنة اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها رحمهم الله فلا تحرمهم ثواب هذه الليلة وفضلا اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناء على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين واليوم لقائك من الذاكرين وأحنا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا معذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اهدنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين
اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا بالطريقة النقشبندية العلية خاصة إلى حضرة مولانا شيخ محمد نظيم عدل الحقاني قدس الله سره ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الليلة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى والآل من القرآن
فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. وصحبه وسلم. الله